ابتديت روبوكس في مصر من 3 سنين تقريبا. انا كنت واخده كورس ان انا اكون روبوكس انستراكتور عادي من فتره اكتر من كده، بس عمري ما ابتديت عشان كان نفسي صراحه اعمل حاجه جديده وحاجه انتروديوس حاجه في مصر مختلفه وحاجه تكون فيها الفن بارت. فالفكره جات لي ازاي؟ صراحه هي فكره جات لي لوحدها ان انا نفسي اعدل البوم بومز اللي بتستخدم في التشير ليدنج او رياضه التشجيع، فابتديت جوجل وقلت هتعلم لوحدي. بس انا وانس ابتديت ابص في جوجل في ايه، لقيت فيه فعلا براند في انجلترا اسمها تشيروبكس، ومن هنا بقى ابتديت وسافرت وخدت الكورس ورجعت. ومن ساعتها وانا اكتر حاجه بحبها في الايروبكس هي تشيروبكس. التشيروبكس هي سيمبلي جمعنا ايروبكس ورياضه التشجيع اللي هي تشير ليدنج وحطيناهم على بعض. الظريف فيها قوي انه البارتيسيبنتس اللي عندي بيتعلموا التكنيكس للتشير ليدنج، بيتعلموا حاجه جديده، فدي الحاجه الظريفه قوي اللي فيها ان هما بس مش بيخشوا يلعبوا ايروبكس ويمشوا، هما بيتعلموا حاجه جديده. الشيروبكس هو مدته ساعه زي اي كلاس، بس هو متقسم عندي لشويه منه هو كارديو او يعني بيبقى فيه حركه اكتر، وبعدين الجزء الثاني بيبقى فيه تونينج بنحرك كل عضلات الجسم من اول البطن رجلين ايدين التمارين كلها، وبعدين في الاخر خالص بيبقى فيه فتره بنعمل فيها ستريتشنج من 5 لـ7 دقائق. الشيروبكس طبعا مناسب لاي واحده، اهم حاجه بالنسبه لي ان هي بس تهتم ان هي يبقى فيه ان هي تسخن في الاول وان هي تعمل ستريتشنج في الاخر. لو الاثنين دول موجودين طبعا اي واحده تقدر تعمل شيروبكس. اللي عاجبني في الكلاس ان هو فيه انرجي مش موجوده في اي كلاسز، فيها بوزيتيف انرجي قوي، بنبقى مبسوطين قوي. البوم بومز اللي بنمسكها في ايدينا بتدي مور بوزيتيف فايبس في الكلاس، فبتبقى حلو، كلاس حلو قوي. لو انا بدي نصيحه لاي بنت تجرب الكلاس، لا هو كلاس فعلا، مش عشان انا انستراكتور بس، هو كلاس فعلا بيدي سعاده قوي وتخليكي تبقي مبسوطه غير اي كلاس ايروبكس تاني. بيبقى فيه مور فن بالبوم بومز اللي بنمسكها في ايدينا، الفتنس ليفل بتاعك بيتغير، مش بتتعبي قوي في الكلاس، بالعكس الكلاس شويه من كتر ما انت حاسه ان هو كلاس لذيذ وفي حركه وفي انبساط، مش بتكوني طالعه منه انه تعبانه قوي زي اي كلاس تانية بتخرجي منه وبتعملي موفز معينه وتمشي.